نبدا باول خبر. الدكتور سامح حمدي يترأس اتحاد الكره الطايره حتى اولمبياد طوكيو 2020. دي اللجنه المؤقته لاداره شؤون اتحاد الكره الطايره برئاسه الدكتور سامح حمدي. القرار ده اتخذ بعد موافقه اللجنه الاولمبيه ووزاره الرياضه وكمان بالتشاور مع دكتور حسن مصطفى اللي هو ممثل الحركه الاولمبيه الدوليه. كابتن سامح حمدي اكيد ده قامه والدكتور سامح حمدي قامه كبيره جدا ويعني تاريخ في النادي الاهلي كثيرا جدا. بطولات صنع بطولات في الكره الطايره مع فريق الكره الطايره كثيرا جدا لما كان رئيس جهاز الكره الطايره. بنتمنى له ان شاء الله باذن الله في المرحله اللي جايه كل امنياتنا بالتوفيق واستعاده بريق الكره الطايره مره اخرى بعد خسارتها او فشلها الى الوصول الى الاولمبياد طوكيو 2020.